أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في قراءة شرح الإمام المكودي على ألفية ابن مالك، نتناول اليوم إن شاء الله ما بقي من باب المفعول المطلق. لا يزال الحديث في صور وأنواع المفعول المطلق. أخذنا الأول والثانية والثالث. قال رحمه الله: ثم أشار أي ابن مالك إلى الرابع والخامس. بقوله: ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدأ، نحو له علي ألف أرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. أي ومنه، أي ومن المفعول المطلق المحذوف عامله، ما يدعونه أي ما يدعوه النحاة مؤكدا لنفسه، بمعنى أن ما قبله نص في معناه قطعي الدلالة على المراد، ويؤتى بالمفعول المطلق ليؤكد ذلك المعنى المقطوع به، مثل له علي، نحو له علي ألف عرفا. له علي ألف، هذا الكلام قطعي الدلالة على المراد، يدل على اعتراف المتكلم بهذه النسبة المهددة من العدد. عرفا مفعول مطلق ومعناه اعترافا، وهو يؤكد المعنى المأخوذ من جملة له علي ألف. ولو حذف لم يدخل في الكلام شيء من الاحتمال، لذلك سمي مؤكدا لنفسه. مؤكدا لنفسه أي لمعناه، المعنى الذي يدل عليه مأخوذ مما قبله فلا يفيد جديدا. أو غيره أي مؤكد لغيره، والمراد بالمؤكد لغيره ما كان أو ما سبق بما يحتمل المعنيين. المفعول المطلق المؤكد لغيره ما سبق بما يحتمل معنيين، يحتمل الحقيقة والمجاز، أو لفظ مشترك يحتمل المعاني التي وضعت عليه، فيأتي المفعول المطلق ليؤين المراد، فيصير الكلام بسبب المفعول المطلق قطعي الدلالة نصا في معناه. ومثاله: أنت ابني حقا، أنت ابني حقا. عندما أقول أنت ابني، هذا الكلام يحتمل البنوة الحقيقية ويحتمل البنوة المجازية. أنت ابني أي أنت بمنزلة ابني، أنت ابني يعني أنا والدك، أنت ابني حقا. حقا مفعول مطلق يؤين المراد، يرجه الحقيقة على المجاز، فبسبب دخول حقا صار الكلام حقيقة لا مجازا.
ولو قيل أنت ابني فقط صار الكلام محتملا. وكذلك إن قلت أنت ابني مجازا، فمجازا مفعول مطلق يرجه المجاز على الحقيقة. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدأ، فالمبتدأ المراد بالمبتدأ هنا أي فالأول. المراد بالمبتدأ في قول ابن مالك في هذا البيت المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي، مما يجب على الدارس أن ينتبه للغة العلماء في مصنفاتهم عندما يستعملون الكلمات، فهي تحتمل المعنى الاصطلاحي. عندما يستعمل المصطلحات العلمية فقد يقصد بها المعنى اللغوي الذي هو الأصل، وقد يقصد بها المعنى المجازي. فإذا فهم من المصطلح المعنى اللغوي والمراد به المعنى الاصطلاحي فقد أساء ووقع في ضلال مبين. وكذلك العكس، إلا أن الأصل في العلوم أن يراد بالمصطلحات المعنى الاصطلاحي لا اللغوي، لا يحمل على اللغوي إلا بقرينة. فالمبتدأ بمعنى فالأول، نحو له علي ألف أرفة، أي هذا ما هذا مثال للمفعول المطلق المؤكد لنفسه. والثاني مقابل المبتدأ، كابني أنت حقا صرفة، قال الشارح أي ومن المصدر الواجب حذف آمله ما يسميه النحويون مؤكدا لنفسه أو غيره. ثم مثل للأول بقوله فالمبتدأ، نحو له علي ألف أرفا، أي فالقسم الأول من المؤكد، وهو المؤكد لنفسه. مثاله له علي ألف أرفا أي اعترافا. وإنما سمي مؤكدا لنفسه لأنه واقع بعد جملة هي نص في معناه، أي في معنى المفعول المطلق. فله علي ألف هي نفس الاعتراف. ومثل للثاني بقوله والثاني كابني أنت حقا صرفا، أي والقسم الثاني من المؤكد. مثاله ابني أنت، أو أنت ابني حقا صرفا. وإنما سمي مؤكدا لغيره لأنه واقع بعد جملة صارت به نصا في معناه، أي قطعية الدلالة. وبيانه أن قولك أنت ابني يحتمل الحقيقة والمجاز، على أن المراد أنت مثل ابني، فلما ذكر المصدر ارتفع به المجاز المحتمل وتعينت الحقيقة. والعامل في هذين النوعين فعل واجب الحذف لا يجوز ذكره تقديره. أحق تقديره أحق، مثل أمد فعل ماضي مزيد بالحمزة في أوله، تقديره أحق. إن كان المبتدأ غير متكلم، يعني إن كان المبتدأ في الكلام لا يدل على المتكلم بل يدل على الغائب أو على المخاطب،
مثل أنت ابني. أنت ابني. أحق حقا، أحق ذلك حقا. أنت ابني أحق ذلك حقا. هذا للمخاطب. للغائب هو ابني أحق ذلك حقا، فيكون ماضيا في هذه الحالة. وفي هذه العبارة اختلاف بين النسخ، يظهر منها تحريف من النساخ، فالعبارة يعني فيها شيء من الاضطراب. رجعت إلى عدة نسخ مطبوعة، ثلاثة أو أربعة، فلم أجد ما ينشره به الصدر، فكلها عبارات مضطربة. فالأمر، فالتحقيق يتطلب الرجوع إلى المخطوط، لأن الكتاب للأسف مع قيمته العلمية لم يحقق إلى الآن تحقيقا علميا، كله تحقيق تجاري. هناك تحقيق في رسالة، ولكنه لا يستحق أن يسمى تحقيقا لرداءته. يعني عبارة تقديره ضبط أحق، هناك في المحقق كتب أحق بالتنوين، كأن الهمزة همزة الاستفهام، وحق كلمة مستقلة، وهو بعيد إن كان المبتدأ غير متكلم. ثم ضبط هنا وهكني، وأشار إلى أنه في بعض النسخ وحقه أو حقه إن كان متكلما. المهم، المفعول المطلق في هاتين الصورتين منصوب بعامل مهزوف على الوجوب، لا يمكن إظهاره وتقديره على وجه التقريب. المهم أن يقدر ما يصح لفظا ومعنى. وفهم من قوله مؤكدا أنه واجب التأخير عن الجملة ولا يجوز أن يتقدم. لماذا؟ لأن المؤكد بعد المؤكد، شكل العبارة، لأن المؤكد بعد المؤكد، ولا يتقدم المؤكد على المؤكد. إعراب البيت، وما مبتدأ واقعة على المصدر وخبرها منه وصلتها يدعونه، والهاء مفعول أول بيدعونه، وهي الرابطة بين الصلة والموصول، ومؤكدا مفعول ثان، والواو واو الجماعة في يدعونه أعدة على النهويين لأنها تسمية اصطلاحية، ولنفسه متعلق بمؤكدا، وغيره معطوف عليه، وباقي إعراب البيت واضح فلا يحتاج إلى التعليق. ثم أشار إلى الموضع السادس وهو آخر الصور، فقال أي ابن مالك: كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا، بكاء ذات عدلة. كذاك ذو التشبيه، أي كذلك المفعول المطلق الذي يفيد التشبيه في علم البلاغة، من صور التشبيه البليغ أن يأتي في صورة المفعول المطلق، كأن أقول
خرج زيد خروج الأسد أفاض محمد فيضان البحر. هذا من أساليب التشبيه البليغ. كذاك ذو التشبيه بعد جملة، لكن بشرط أن يكون المفعول المطلق بعد جملة. مثال ذلك كلي بكا، بكا اللغة في بكاء، البكاء مصدر بكى يبكي على وزن فؤال، يجوز فيه القصر والمد، بكى وبكاء. كلي بكا، بكا مبتدأ مؤخر، لي خبر مقدم. بكاء ذات عضلة، بكاء ذات عضلة، بكاء مفعول مطلق وهو مسبوق بجملة، وهو يفيد التشبيه، أي بكيت مثل بكاء المرأة المظلومة، وهي التي أجبرت وأكرهت على زواج من لا تهب، على الزواج بمن لا تهب، أو منئت من الزواج بمن تهب، انطلاقا من قوله تعالى ولا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولا تعذلوهن أي لا تمنعوهن، لا تظلموهن، لا تكرهوهن. والمرأة عندما تصد وتحجب عما تحب لا تملك إلا البكاء والأويل، وهو بكاء فريد في نوعه. فالمتكلم يشبه بكاءه ببكاء المرأة المعضولة، كلي بكا بكاء ذات عضلة، بكاء ذات عضلة. قال الشارح يعني أنه يجب حذف عامل المصدر أيضا إذا أتي به، مكتوب عندي إذا أتى، والأصح إذا أتي بالبناء للمجهول، لأن العبارة لا تتعلق بشخص معين. إذا أتي به بعد الجملة على وجه التشبيه، وذلك بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون بعد جملة، ولو كان بعد المفرد لم يدخل في هذه المسألة، ولم يجز أن ينصب على أنه مفعول مطلق. أن يكون بعد جملة، وقد صرح بهذا الشرط في قوله بعد جملة، عبارة صريحة، واحترز به أي الناظم من الواقع بعد مفرد، نحو صوته صوت همار، بكاؤه بكاء ذات أضلة، فلا يجوز نصبه، لا يجوز أن نقول صوته صوت همار على أن صوت همار مفعول مطلق، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا المصدر الذي يفيد التشبيه لم يسبق بجملة، إنما سبق بمفرد. الشرط الثاني أن تكون حاوية لمعناه، أن تكون حاوية لمعناه، أي مشتملة على معناه. الجملة تشتمل معنى المفعول المطلق. ولو اشتمالا ضمنيا. الشرط الثالث أن تكون مشتملة على فاعله، يعني فاعل المفعول المطلق مذكور بلفظه أو بتقديره في الجملة السابقة. له بكا، بكاء ذات عضلة، فاعل البكاء
هو ياء المتكلم لي لي أو له، الضمير المجرور هو الفاعل. الرابع أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للأمل، يعني الجملة السابقة على المفعول المطلق المتحدث عنه هنا ليس فيها ما يصلح للعمل فيه، إذا وجد ما يعمل فيه خرج من هذه الصورة إلى صورة أخرى. الشرط الخامس أن يكون المصدر مشعرا بالحدوث، وإنما لم يصرح أي الناظم بالباقي، واكتفى بالشرط الأول لم يصرح بباقي الشروط لأنها مستفادة من المثال. ومن هنا ينبغي للدارس للقارئ للباحث أن يتنبه من الأمثلة التي يذكرها العلماء، وخصوصا في المتون العلمية نظما ونثرا، كل ما احتوى عليه المثال يؤد احترازا وتقييدا للصورة. عندما يؤتى بالمثال وهو يتصف بعدة صفات فهذه الصفات كثيرا ما تكون مقصودة، وقد تكون غير ذلك. مثلا أقول المفعول به مثل القرآن في قولك حفظت القرآن، القرآن مفعول به وهو مرتبط مقترن بأل أداة التعريف، ولم يذكر أحد أن دخول أداة التعريف من شروط المفعول به، إذن هذه الصفة ليست مقصودة. رأيت امرأة أو قرأت كتابا، كتابا مثال للمفعول به وهو نكرة، كونه نكرة ليس معتدا به وليس معتبر، ولكن أحيانا يشار إلى الشروط والقيود من خلال الإتيان بالمثال الذي تتوفر فيه الشروط والصفات، لأنها مستفادة من المثال، وهو قوله كلي بكا بكاء ذات عضلة. فالجملة مشتملة على معنى المصدر وهو بكاء، وعلى فاعله وهو الياء ياء المتكلم من لي، وليس في المصدر الذي اشتملت عليه وهو بكا صلاحية للعمل، لأنه ليس نائبا عن الفعل ولا مقدرا بأنوى الفعل، مقدرا بأنوى الفعل. وبكا مشعر بالحدوث. يعني ليس لازما. فعلى هذا يكون المثال متمما للحكم والشروط. وذو التشبيه مبتدا إعراب البيت خبره كذاك، وبعد في موضع الحال من ذو. البكاء يمد ويقصر لغتان، وقد استعمله في المثال بالوجهين، أي جمع الناظم اللغتين في بيت واحد، بكا بالقصر وبكاء بالمد. وذات عدلة هي التي تمنع من النكاح بمن تهب، أو تمنع من النكاح ظلما، كان من أداة العرب قديما في الجاهلية الأولى ولا يزال موجودا في الجاهلية الثانية للأسف الشديد. المرأة التي تملك من الأموال الكثيرة ميراثا مثلا، يمتنئ وليها من تزويجها خوفا من أن ينتقل مالها
منه إلى زوجها إذا تزوجت، لكن إن لم تتزوج فالمال هو المتصرف فيه، فيحاول أن يفسد كل نكاح يعرض لها. كل من يتقدم لخطبتها يسعى بكل ما يملك حيلة ومواجهة وكيدا ومكرا لإبطال الزواج، هذا حرام بنصوص من القرآن الكريم. وهي التي تمنع من النكاح، والآمل في المصدر في هذا النوع واجب الحذف، والتقدير أبك. وبهذا ينتهي المفعول المطلق، وهو ثاني المفاعيل الخمسة في اللغة العربية، ومن النهويين من يقدمه ويجعله هو الأول، أما ابن مالك فقد جعله ثانيا. الأول مفعول به وقد تقدم في باب التعدي واللزوم، ثم الثاني المفعول المطلق، والثالث المفعول له. المفعول له ويقال المفعول لأجله، ويقال المفعول من أجله، ثلاثة أسماء لمسمى واحد، ثلاثة مصطلحات لمعنى واحد. ما هو المفعول له أو المفعول من أجله أو المفعول لأجله؟ وهو المصدر، المصدر كالمفعول المطلق، المفعول المطلق مصدر، وكذلك المفعول له. ولذلك يجمع بعض النحويين المفعولين في سياق واحد لاشتراكهما في المصدرية. وهو المصدر المذكور علة للفعل، تعريف وجيز وعلى قدر من الدقة. المصدر المذكور، لماذا ذكر؟ علة للفعل، والمراد بالفعل هنا المعنى العام، يشمل الفعل الاصطلاحي ويشمل ما بمعناه. العاقل لا يعمل فعلا، العاقل لا يعمل شيئا إلا بسبب، إلا بعلة، إلا باعثة السبب في العمل، وإلا غائية نتيجة يريد أن يتوصل إليها. فالمفعول له هو ما يدل على العلة الباعثة أو العلة الغائية، كأن أقول أقتدي برسول الله حبا واحتسابا، أقتدي برسول الله حبا. حبا مفعول له، وهذا الحب إلا باعثة. لماذا أقتدي به؟ لأنني أحبه، والمحب لمن يحب مطيع. من علامات الحب أن يقلد الإنسان من يحب، حتى في الأمور الدنيوية الإنسان يمشي مشية من يحب، ويأكل أكلة من يحب، ويلبس لباس من يحب. هذا في الدنيا، فما بالك بالأمور الأخروية. أقتدي بالرسول حبا، هذه إلا باعثة. طيب الإلا الغائية، أقتدي برسول الله احتسابا أو حسبة. حسبة يعني طلب الأجر والثواب، وهذه إلا غائية. لماذا أقتدي به؟ لأصل إلى نتيجة، لأصل إلى الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذن المفعول له إما أن يدل على العلة الباعثة على الفعل، وإما أن يدل على العلة الغائية التي يريد الفاعل أن يصل إليها من خلال فعله. والمفعول له يشترط فيه خمسة شروط،
ذكر الإمام المكودي أربعة منها وسكت عن الخامس. قال: ويشترط في نصبه أي المصدر المذكور علة للفعل، يشترط في نصبه على أنه مفعول له أربعة شروط. نفهم من هذه العبارة أن سبب الفعل ليس مقصورا على المفعول له، ليس مقصورا على ما ينسب على أنه مفعول له. العلة يعبر عنها في اللغة العربية بأسباب كثيرة، بصور كثيرة، بأساليب كثيرة. المفعول له صورة من صور متعددة. ما ينصب على أنه مفعول له يشترط فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا. إذا كان ما يدل على العلة ليس مصدرا وجب أن يجر بحرف جر، وجب أن يجر بحرف جر، كقوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. الأنام هي العلة، علة وضع الأرض، علة وضع الأرض الأنام. كل ما على وجه الأرض، والأرض نفسها خلقها الله. لماذا خلقها؟ للإنسان، للأنام. والأنام ليس مصدرا، اسم ليس مصدر، فامتنع أن ينصب على أنه مفعول له. لم يقل والأرض وضعها الأنام على أنه مفعول له، جر بالله لابتقاد الشرط الأول. الشرط الثاني أن يزهر التعليل، يعني ليس كل مصدر يجوز أن ينصب على أنه مفعول له، لابد أن يكون معناه التعليل. مثلا: فهمت فهما، لا يجوز أن يكون فهما مفعول له لأنه لا يفيد التعليل مع أنه مصدر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وهو لم يذكره المؤلف ونحن نذكره في موضعه، الشرط الثالث أن يكون قلبيا. المصادر نوعان، أو الأفعال نوعان، هناك ما يقع بالحواس وهناك ما يقع بالقلب، كالحب والاحترام والتعظيم والاحتساب والكره، هذه كلها أعمال قلبية. الظن يشترط في المفعول له أن يكون قلبيا، فإن لم يكن قلبيا وجب أن يجر بحرف جر، كقول الشاعر الصريح يقول: أحب أبا مروان من أجل تمره، فوالله لولا تمره ما حببته. أحب أبا مروان من أجل تمره، تمر ليس قلبيا، فلذلك جر بحرف جر، كما أنه ليس مصدرا مثل العنام، لكن مثل ضرب، ضربته أو دعوته للضرب. حبسته للضرب. الضرب علة للحبس، الضرب علة للدعوة، ولكن لا يجوز أن تنسب على أنها مفعول له لأن الضرب ليس قلبيا. الشرط الرابع أن يتحد مع الفعل المؤلل في الزمان. يعني الشرط الرابع أن تشترك العلة مع المعلول في الزمان، يعني وقت وقوع الفعل
هو وقت وقوع العلة، لا يجوز أن يختلف زمنا. وعلى ذلك لم ينصب المفعول أو لم ينصب ما يدل على العلة في قول امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت أي وقد خلعت لنوم، لم يقل نوما. لماذا؟ لأن وقت خلع الثياب لأجل النوم يختلف عن وقت وقوع النوم، فالنوم غالبا يتأخر عن وقت خلع الثياب، فلذلك جر باللام لنوم. والشرط الخامس والأخير أن يتهد معه في الفاعل، أي فاعل المألول هو فاعل العلة، لا يجوز أن يختلف. وعلى ذلك جرت العلة في قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض الأصفور بلله القطر. الشاهد وإني لتعروني لذكراك هزة، ذكرى مصدر ذكر يذكر أو تذكر يتذكر، فيكون اسمها مصدر وليس مصدرا حقيقيا. وإني لتعروني هزة لذكراك، ذكرى علة لعرو الهزة الارتعاش. لماذا تأتي الارتعاش وهذا الاهتزاز؟ لأجل الذكرى. طيب لماذا لم ينصب الذكرى على أنه مفعول له؟ لأن المتذكر فاعل الذكرى غير فاعل العرو. الذكرى علة للعرو، وفاعل العرو الهزة، وفاعل الذكرى الشاعر. اختلف الفاعل فامتنع النصب ووجب أن تجر العلة بحرف جر. هذه الشروط الخمسة. قال الشارح وقد نبه أي الناظم على اثنين أي على الشرطين منها من هذه الشروط بقوله ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين. ينصب المصدر، هذا الشرط الأول، أن يكون مصدرا مفعولا له على أنه مفعول له. إن أبان تعليلا أي إن أفاد تعليلا علة لفعل سابق، مثاله كجد فعل أمر من جاد يجود يعني أكرم أعطي، شكرا شكرا هذا مصدر ومعناه التعليل، إلة الجود الشكر لله المعطي الأكبر الذي أعطاك الكثير وأنت أعطيت القليل، فإعطاؤك القليل شكرا لله سبحانه وتعالى. كجد شكرا ودين، دين فعل أمر أيضا من دان يدين بمعنى تدين، أطاع الله فيما أمر ونهى. ودن شكرا أي تدين شكرا لله الذي خلقك وأوجد لك كل ما تحتاج إليه وجعل لك في كل يوم 24 ساعة لقضاء مصالحك. طيب تدين في هذه الساعات أي أطعه في أوامره ونواهيه في هذه الساعات وبهذه الجوارح التي أعطاك، أطعه شكرا له فيما أعطاك. قال الشارح فقوله ينصب مفعولا له هذا هو الحكم، وقوله المصدر هذا هو الشرط الأول أي أن يكون مصدرا،
فلو كان غير مصدر لم ينصب كقولك كقولك أكرمتك لزيد. زيد هو علة الإكرام ولكنه غير مصدر فامتنأ نسبه. وقوله إن أبان تعليلا هذا هو الشرط الثاني، يعني إن أظهر تعليلا أبان من البيان. فلو لم يظهر التعليل لم يكن مفعولا له، كقولك جلست قعودا. ثم مثل ذلك بقوله جد شكرا، فإن شكرا مصدر وقد أبان تعليل، وقد أبان التعليل لأن معناه جد لأجل الشكر. ثم نبه على الشرطين الأخيرين بقوله وهو بما يعمل فيه متهد، أي الاجتهاد مع وهو بما يعمل فيه، أي هو مع عامله أو مع معلوله متهد، أي مشترك وقتا في الوقت. وقت وقوع العلة هو وقت وقوع المعلول الذي هو العامل فيه أي الفعل، وفاعلا فاعل العلة هو فاعل المعلول. وإن شرط فقد، إذا افتقد شرط من هذه الشروط الأربعة فجرره بالحرف، لكن الحرف الذي يفيد التعليل كاللام ومن وفي. دخلت امرأة النار في هرة، لم يقل هرة، فجرره بالحرف وليس يمتنع، أي الجر بالحرف مع الشروط، يعني مع توفر الشروط المذكورة يجوز لك أن تجر المصدر بحرف جر. مثلا جد شكرا، يمكن أن أقول جد لشكر أو جد من شكر. كلزهد ذا قنع، أي قنئ هذا لزهد، ويجوز أن يقال قنئ هذا زهدا، يعني أن من شرط نصب المفعول له أن يتهد زمانه وزمان الفعل المؤلل وزمان الفعل المعلل وليس المؤلل، يعني أن من شرط نصب المفعول له أن يتهد زمانه وزمان الفعل المعلل به، وأن يتهد فاعلهما، فلو اختلف زمانهما لم ينصب، كقولك أتيتك أمسي لإكرامك لي غدا. وقت الإتيان أمس ووقت الإكرام غدا، لا يجوز، لا يجوز أن يقول إكرامك. فمثال ما استوفى الشروط قولك قمت إجلالا لك، ومثله قوله أو قول أي قول النازم جد شكرا. والمصدر إعراب البيت، والمصدر مفعول لم يسمى فاعله بينصب، ومفعولا حال من المصدر أي حالة كونه مفعولا، وله متعلق بمفعولا وهو مبتدا ومتهد خبره، ووقتا وفاعلا منصوبان على حذف حرف الجر أي في وقت وفاعل، ويجوز أن يكون تمييزين منقولين من الفاعل، والتقدير متهد زمانهما وفاعلهما. وفي هذا الوجه تقديم التمييز على آمله المتصرف، ومذهب الناظم أو مذهب الناظم جوازه، ومذهب الناظم جوازه كما سيأتي. ثم قال وإن شرط فقد فجرره بالحرف، يعني أنه إذا فقدت الشروط المذكورة أو بعضها
وجب جره باللام، وإنما اقتصر على اللام، وإن كان جره بالباء ومن وإلى جائزا لكسرة اللام وقلة غيرها. مما ذكر. وإن شرط وجوابه فجرره، وشرط مرفوع بفعل مضمر يفسره فكت. ثم قال: وليس يمتنع مع الشروط كلزهد زاقنا، يعني أن الشروط المذكورة لا توجب النصب بل تسوغه أي تجيزه، فيجوز جره باللام مع وجودها، فتقول قمت لإجلال لك وهذا قنع لزهد. واسم ليس ضمير مستتر يؤود على المفعول له، وفي يمتنع ضمير يفسره الجر المفهوم من قوله فجرره، أي يؤود على الجر المفهوم. ويمتنع خبرها، ومع الشروط متعلق بيمتنع وهو على حسب المضاف والتقدير، وليس الجر ممتنعا مع وجود الشروط. وفهم من المثال أنه يجوز تقديم المفعول له على آمله، ولا يختص ذلك بالمجرور بل هو جائز في المجرور والمنصوب. ثم قال: وقل أن يصحبها المجرد، والأكس في مصحوب أل، وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأداء. يعني أن المفعول له إذا كان مجردا من الألف واللام والإضافة يقل أن تصحبه لام الجر، أي يقل جره باللام. ونفهم من ذلك أن المقرون بأل أو المضاف يكثر فيه الجر باللام، وإن كان مقرونا بآل يقل ألا تسحبه اللام. فنهو قمت لإكرام لك قليل، والكثير وإكراما لك كثير، ونهو قمت الإكرام قليل وللإكرام كثير. وفهم من سكوته عن المضاف أنه يستوي فيه الوجهان، والهاء في يسحبها عائدة على لام الجر. ثم أتى بشاهد على نصب مصحوب أل فقال: وأنشدوا، أي أنشد النهويون، لا أقعد الجبن أي الخوف عن الهيجاء، الهيجاء بمعنى الحرب، ولو توالت أي ولو تكاثرت زمر الأعداء جماعات الأعداء. الجبن الخوف، يقال رجل جبان وامرأة جبان، أقص الشجاع. وأن متعلقة بالجبن والهيجاء الحرب، والزمر الجماعات. ومن هذا الباب قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ها
هذا حلال الآية. طيب لا أستحضر الآية وليس بالضرورة ذكرها. ثم قال وقد جمع العجاج بين نصب الأقسام الثلاثة يعني المقرون بأل والمضاف والمجرد من أل والإضافة فقال يركب كل آقر جمهور مخافة وزعل الحبور والحول من تحول الهبور. يركب أي الثور الوحشي كل آقر. الآقر هنا بمعنى العظيم من الرمل على التشبيه. الأصل في الآقر أن يطلق على المرأة التي لا تلد ولكن أطلقه هنا تشبيها على الرمل. يركب كل آقر أي كل رمل جمهور صفة للرمل. جمهور بمعنى الرمل المشرفة. مخافة هنا الشاهد أي للخوف. مخافة مفعول له منصوب. وزعل الحبور زعل الحبور هو أيضا مفعول له منصوب وهو مضاف. والحبور يستعمل بمعنى السرور ويستعمل جمع حبر بمعنى العالم حبر الأمة وهذا هو الظاهر في البيت. وزعل بمعنى النشاط. وزعل الحبور أي نشاط العلماء نشاط الأحبار. هذا الشاهد الثاني مفعول له مضاف. والشاهد الثالث والحول وهو أيضا بمعنى الفزع والخوف وهو مفعول له وهو مقرون بأل من تهول الهبور. والهبور جمع حبر ومعناه مطمئن من الأرض. وهذا آخر درس اليوم. في المحاضرة القادمة بإذن الله نتناول المفعول فيه أو الظرف بنوعيه ظرف الزمان وظرف المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.